لأول مرة رح أحكي وأعطي رأيي بمواضيع ما حكيت عنها قبل. لأول مرة رح خبركم قصص ما بتعرفوها عني. رح كون رفيقة يومياتكم حصرياً على أنغامي من خلال بودكاست إليس. ده برومو بودكاست إليسا اللي نشرته امبارح على صفحتها في انستغرام واللي بتنطلق اولى حلقاته بعد بكره يوم الاربعاء 10 فبراير حصريا على انغامي. وإليسا كان طبعا بقالها كذا يوم بتنشر تيزنج بوست على صفحتها في كل السوشيال ميديا من غير ما توضح ايه هو الموضوع، وده اللي خلى الناس في الكام يوم اللي فاتوا يتسالوا لو الموضوع ليه علاقه باغنيه جديده هتطلقها إليسا من خلال انغامي. البودكاست بيتضمن 12 حلقه تبث اسبوعيا كل يوم اربعاء، وعلى مدى الحلقات ال12 إليسا راح تطرح من خلالها مواضيع عامة وتتكلم عن تجاربها الخاصة وذكريات الطفولة وصداقتها وعلاقتها الإنسانية، بالإضافة للتحديات اللي واجهتها خلال مسيرتها الغنائية، وراح تتكلم بأمور خاصة الناس ما سمعتها قبل كذا. فستي تون لبودكاست راح يكون من بين الأكثر استماعا على أنغامي اللي لها فترة بتحضر لهذا المشروع. وبعد كل فترة التحضيرات أتوقع أن حلقات البودكاست هيعملوا بز أسبوعيا بشكل كبير، أولا لأنه إليسا فنانة استثنائية سبقة دايما بالأفكار وخوض التجارب الجديدة، وعندها كمان قاعدة جماهيرية كبيرة في كل أنحاء الوطن العربي. تاني حاجة كإنسانة هي شجاعة وواجهت مرضها ومصاعب كتيرة في حياتها وتغلبت عليها بقوة إرادتها، وغير كده كمان هي معروفة بصراحتها وجرأتها وأنها بتقول رأيها في أي موضوع بكل شفافية. وفي حلقة بكرة هنعرف كل القصص اللي خلت الناس توصفها بأنها محاربة وقوية وصاحبة رأي. طبعا تجربة إليسا في الحياة بتخولها أنها تعطي نصائح لجمهورها ومحبينها وتكون إنسبيريشن وملهمة مش بس لمحبينها، كمان لكل شخص راح يسمعها عبر أنغامي، وهذا هو الهدف الأساسي من البودكاست.